فوائد البصل الصحية والعلاجية في جسم الإنسان وعلاج الكثير من الأمراض. البصل من النباتات الشهيرة في مصر وجميع دول العالم، ويدخل البصل في جميع أنواع الأطعمة، ويمكن تناوله طازجاً ويمكن تناوله على كافة الأشكال. فيوجد البصل الأخضر والبصل الأبيض والبصل الأحمر، ونعرض في تقرير مبسط أهم فوائد البصل العلاجية والأمراض التي يعالجها البصل بكفاءة وقدرة هائلة. البصل يعالج الكسور وتخفيف الآلام ويعالج الكدمات والرضوض، وذلك بإضافة عصير البصل إلى زيت الكافور، ويتم تدليك المكان المصاب مع عدم تحريك الجزء المصاب وإجهاده. البصل يعالج الكسور ويخفف آلام الكسور، وذلك بطبخ البصل مع بعض العظام وخاصة عظام البقر أو الجمال، ويتم تناول وشرب المرقة الناتجة منها يوميا، ويفضل أثناء الكسور الإكثار من تناول البصل. البصل يقوي الأعصاب ويساعد في سرعة التئام الكسور وتقوية العظام ومكان الكسور. والبصل مفيد جنسيا، حيث أنه له القدرة على زيادة الحيوانات المنوية لدى الرجال، وكذلك يزيد الرغبة وتدفق الدم لجميع أعضاء الجسم. البصل يمكن استعماله في علاج القروح، وذلك بعمل عصير من البصل ويتم عجنه مع أوراق تعرف باسم أوراق الكراس، ويتم دهن الجسم أو القروح بهذا المرهم يوميا، ويمكن تناول المزيج من أوراق الكراس مع البصل وتناول كوب من الحليب المحلى بعسل النحل بعده. ما تعليقك؟ شاركنا برأيك ولا تجعل المعلومة تقف عندك وشارك الفيديو.